اليوم وفقا وبالنسبة لي أفضل جهاد هو الجهاد ضد النفس. علينا أن نكافح من أجل أن يصبح المجتمع أفضل. أفضل الجهاد هو التصدي لهذه الأكاذيب التي نشرها الإعلام عن الإسلام. وإذا لم نشارك في هذا الجهاد من أجل نشر رسالة الإسلام الحقة، فإن الله سوف يستبدلنا بأقوام أخرى لن تكون مثلنا.